طبعا ما فيش شك ان انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاسباني عامل حاله كده في الوسط الرياضي العالمي، وده بعد فوزه بالدوري الاسباني وتاهله كمان لنهائي دوري الابطال في مواجهه ليفربول. عشاق النادي الملكي وصفوه بالعجوز المخضرم لانه قدر انه يتغلب على الشباب، كمان صاحب ارقام قياسيه كبيره جدا لانه المدرب الوحيد في العالم كله اللي قدر انه يفوز بالدوريات الخمس الكبرى، وقدر كمان انه يعيد تاني بريق المدربين كبار السن في الدوريات الاوروبيه. مفيش كلام داير في الوقت الحالي داخل ملاعب الساحرة المستديرة في العالم كله غير عن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الأسباني، اللي وصفه عشاق الملكي بالعجوز المخضرم اللي قدر يرجع بريق المدربين الكبار في السن. جه أنشيلوتي لريال مدريد خلفاً لزين الدين زيدان، وكان رجوعه ناجح للفريق الملكي رغم أن تجاربه في السنوات الأخيرة مع بعض الفرق ما كانتش قوية للدرجة اللي تخلي الريال يصر ويراهن عليه. ولما أعلن النادي عن عودته خرجت جماهير الفريق وشككوا في الاختيار وقالوا إزاي هيقدر يحقق أي إنجازات جديدة مع النادي الملكي وهو أصلاً جاي من تجربة مع فريق متوسط في الدوري الإنجليزي وهو فريق أفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي. لكن أنشيلوتي دلوقتي بعت رسالة للعالم كله وقال إنه لسه قادر على حصد الألقاب الكبيرة، خصوصاً إنه على بعد خطوة واحدة بس من تاني لقب ليه في دوري الأبطال مع الريال ورابع لقب في مسيرته كمدرب لدوري الأبطال بعد لقبين مع ميلان الإيطالي ولقب سابق مع ريال مدريد بعد ما فاز في المباراة النهائية على أتلتيكو مدريد 4-1. علشان كده لما نيجي نشوف قوة أنشيلوتي في التدريب مع ريال مدريد هنلاقي إنه ما طلبش أي تعاقدات كبيرة في الصيف، وأكبر صفقة عملها كانت ضم المدافع ديفيد ألابا من بايرن ميونخ. المفاجأة الأكبر إن أنشيلوتي إدى مساحة كبيرة لكريم بنزيما اللي بقى دلوقتي المرشح الأول في الحصول على الكرة الذهبية. لمسة أنشيلوتي لسه موجودة خصوصاً على مستوى خط النص والهجوم، وده ظاهر جداً مع مبارياته الكبيرة للعبها وتطويره لتوليفة استثنائية من اللاعبين كانت هتختفي. لكن مع كل النجاح والتفوق اللي عمله المدرب الإيطالي مع الفريق الملكي هتفضل توقعات المباراة النهائية في دوري الأبطال مش واضحة، لأننا بالتأكيد هنشوف معركة تكتيكية مختلفة مع نادي ليفربول. لكن تاريخ المدرب الإيطالي المخضرم مع البطولات الكبرى مميز وإعجازي، هو المدرب الوحيد في العالم اللي استطاع أنه يحقق الفوز بالدوريات الخمس الكبرى، الدوري الإيطالي مع إي سي ميلان والدوري الأسباني مع ريال مدريد والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان والدوري الألماني مع بايرن ميونخ والدوري الإنجليزي مع تشيلسي. فاز أيضاً بكأس العالم للأندية مرتين مع ميلان وريال مدريد، وبالتالي فهو أيضاً واحد من 7 أشخاص فازوا بدوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب. أيضاً فاز بالسوبر الأوروبي مع إي سي ميلان الإيطالي وريال مدريد الأسباني، وفاز 4 مرات بكأس إيطاليا مع إي سي ميلان وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي وكأس فرنسا مع باريس سان جيرمان وكأس ملك أسبانيا وكأس السوبر الأسباني مع ريال مدريد وكأس السوبر الألماني مع بايرن ميونخ. يمكن جمهور الكرة حول العالم كله بيتعامل مع المواجهة الجاية على إنها يمكن كاس عالم، يعني حتى أنشيلوتي نفسه شايف إن المواجهة الجاية مش هتبقى سهلة خالص وإنه بيعتبرها بمثابة ديربي يا شاذلي مع ليفربول. بالتأكيد طبعا ماتش 28 هتبقى مباراة نارية، هنشوف أداء مختلف، وهو أنشيلوتي يمكن زي ما كنا بنتكلم رجع مرة تانية بريق الحديث عن المدربين الكبار في السن. يمكن دلوقتي مثلا لما نيجي نقول ده فلان مدير فني المنتخب ما عرفش انه، لا ده كبير في السن ده خلاص خلص اللي عنده ما بقاش عنده فكر، لا الراجل ده بيقول ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، والراجل عنده تجربه وتجربه مختلفه. اعتقد ارقامه كمان اللي شفناها من خلال هذا التقرير بتقول الكلام ده، نتائجه زي ما تابعنا في التقرير، ده فاز بالخمس دوريات الكبرى في العالم، ما فيش فريق دربه الا وكان حقق معاه نتائج كويسة وبطولات مهمة. كمان هو عنده قدرة على العودة مرة أخرى أو ريمونتادا زي ما بنقول، دي مش أول مرة أنه يرجع بالفريق بعد ما يكون خسران، أنه يرجع يتعادل ويفوز في دقائق معدودة، دي قدرة مدرب الحقيقة، تجربة تستحق الدراسة. وعنده كمان
فاتح مجال الكلام مع كبار اللعيبه في النادي، يعني بياخد ويدي مع اللعيبه ويفهم منهم ويسمعهم، لانه بالتاكيد فريق الاجيال ده محتاج انه يكون عنده برضو تبادل الافكار ما بين اللعيبه ومعاه، والنتيجه في النهايه زي ما حضراتكم شايفين تجربه فعلا تستحق الدراسه. ده حقيقي. كمان الجميل في المواجهه دي ان احنا شايفين يمكن تسخين شويه من الجانبين، محمد صلاح يمكن على تويتر وانشيلوتي كمان في تصريحات رايحه جايه، فمخلي الجمهور منتظر المباراه يعني بفارغ الصبر يوم 28. طبعا كل التوفيق لليفربول عشان خاطر محمد صلاح. اكيد كل التوفيق. ده اكيد.